قلنا هسه عندنا الانتردينتال بابلة. الانتردينتال بابلة بيها جزء هيدن مختفي، وين مختفي؟ بين الأسنان ميزيالي وديستالي. هذا الجزء المختفي بين الأسنان ميزيالي وديستالي. زين، وين راح نشوفه؟ راح نشوفه بالرسمة مالتنا هاي. شوف هذا الجزء مال الجنجيفة الخارجي، اوكي. هاي هنا انتردينتال بابلة من اللينجوال سايد، وهاي من البوكال، يعني من ناحية السايد اشوفها بوكالي، دخلت بين الاسنان، صار بيها ديبرشن، نزلت راحت هيك، صارت نبرج عصل عدد. شو اسميها هذا؟ اسميه تنت لايك شيب او كول. كول هذا الاسم، كول 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 او كولر. كولر مثل الياخه، الطوق اللي طوق لي العنق مالتي، اوكي. هذا كولر، اوكي. تخيل هنا راس لاخ هسه لازق براسي، وهاي بيناتنا الياخه طابه من هنا وطالعه. شو مسويت لي هنا؟ مسويت لي الانتردينتال بابل وطابه طالعه من جهه الاخ، مسويت لي انتردينتال بابل. هذا ديبرشن. هذا التايب مال الجنجيفا مالتي، احنا نعرف الجنجيفا كلها كيراتينايز، لان ماستيكوتر ميوكوزا تدخل بالماستيكيشن، يعني اي شيء يدخل بالماستيكيشن يصير بيه ماستيكيشن ويصير بيه ضغط يتحول الى كيراتينايز. هو بالاصل نان كيراتينايز، بس نتيجه الضغط تحولت الخلايا مالته الى كيراتينايز وقامت تعطي كيراتين، اوكي. طاقتني كورنيوم، واذا ما دخل بالماستيكيشن ما اجا ماستيكيشن يبقى شنو؟ نان كيراتينايز. زين، هذا هو جو الكونتاكت اريا، يعني جو الكونتاكت اريا مال الاسنان. يعني من اجي اشوفه هنا أنا جو الكونتاكت اريا، يعني وين؟ يعني هسه نشوف هاي الصوره الاخ، شوف هسه هنا أنا. زين، عندنا صور حلوه هوايه. هاي ضاع هاي الصوره، هذا الكولر، هذا الكولر، هاي انتردينتال بابله وهاي انتردينتال بابله، هاي كيراتينايزد وهاي كيراتينايزد، هذا نان كيراتينايزد. ليش؟ لان هذا كان عندي كونتاكت اريا هنا وكونتاكت اريا هنا. هذا الصوره انا مصورها، هاي كافيتي بنسوي ذا فولينج للتوث كان بي كيريز، اوكي. من فتحتها طلعت لي هاي الجنجيفا. هاي الجنجيفا هذا التايب من الجنجيفا يسموه كول جنجيفا، هذا نان كيراتينايزد. ليش؟ لان التوث من هنا ومن هنا محوطه كونتاكت اريا، هو جوه الكونتاكت اريا، راح يجي عليه فوت؟ ما راح يجي عليه فوت، فظل شنو؟ نان كيراتينايزد. فطبقات النان كيراتينايزد راح تعرفها بالضبط، اوكي. هذا اللي هو الجنجافل كول، جنجافل كول، وهو راح تنسيب لي هنا. احنا شو نسوي؟ نخلي وج على مود اللي هو الجزء الخشبي مثل ما نشوف هنا، ابغى راح اشوفك اياها. نخلي وج على مود شو نسوي؟ نوخر الجنجيفا من اشتغل عني. شنو الوجه؟ هذا الجزء الخشبي اللي نخليه للاسنان حتى لا تصير الاسنان بيها شنو؟ لا تصير الاسنان بيها لا اطخها بالشغل مالتي، يعني ما اقدر ادخل خيط هنا، بس اخلي مثل الخشبه بين الاسنان، اوكي؟ المهم على كل، شوف هالثاني هنا هي كانت هيجي هاي الاسنان مالته، شوفوا شلون صارت بعد ما كملنا الاسنان مالته. هاي الحشوه مالته رجعت، خليت هنا وج خشبه وخشبه، رجعت سويت الكونتور مال اسنانه ورجعت الاسنان مالته للشيب. ليش؟ لان انا اعرف الناتشرال والاناتومي مال التوث، فترجع الحشوه كانما شيء ما يبين. هذا طبعا شيء خارجي بس على مود ابين لك هذا الكول كولر شيب. زين، خلصنا هسه من الكولر شيب. هذا كله كان عندي وين؟ بالاناتومي او المايكرو اناتومي اوف جنجيفا. من اقول لك المايكرو اناتومي اوف جنجيفا ايش راح تقول لي؟ راح تقول لي الفري جنجيفا والاتاش. الفري جنجيفا نرسمها بالرسم، الفري جنجيفا اللي هي هاي، والاتاش جنجيفا اللي بعدها اللي جواها، اوكي، والميوكو جنجا والفري جنجيفال جروف اللي هو هذا فري جنجيفال جروف، نتيجة العقشة مال اللثة هاي فري تظل تتحرك تنعقد، تسوي لي فري جنجيفال جروف يفصل لي بين الفري جنجيفا والاتاج جنجيفا، وبعد والانتردينتال بابلة، وبعد الانتردينتال بابلة عندي الصورة اللي شوفنا لك اياها جنجيفال كول اللي هو جوه، وبعد وعندي الاليفيلار ميوكوزا اللي هي تغطي لي شنو؟ الميوكوزا اللي تغطي لي الاليفيلار بون، ويفصلها عن الاتاج جنجيفا بواسطة فاصل او جروف، لان هاي موفابل هاي نون موفابل.
هاي الكلر مالتها ريد، هاي الكلر مالتها بينك، هاي نان كيراتينايزد، هاي كيراتينايزد، اوكي؟ فرق جدا كبير لازم تعرفه وتميزه. اوكي، وعندي هذا الليبيال فرينام اللي هو الفرينام اللي هو هذا شايفه الاتاتشمنت اللي من الشيل الشفه مالتك يطلع كانما فرينام، كانما جزء. هذا هو عباره عن فايبرس ومغطى بايش؟ ب تو تايب اوف ميوكوزا، واحده نان كيراتينايزد من جهه الجنجيفه والنان كيراتينايزد من جهه الليبيلر ميوكوزا. تمام لهنا؟ هذا بالنسبه لمن للتكستشر اوف جنجيفه.